خليني اقول لكم معايا قائمه المنتخب اللي المفروض هتتعلن بكره، بس معايا 26 اسم المفروض هيعلنوا 28. معايا 26 اسم بيقولوا ان هم دول يعني الاقرب ان هم يكونوا موجودين من ال 28. بكره بشكل رسمي كيروش هيعلن ال 28 اسم بكره ان شاء الله. ال 26 اسم اللي خلاص يعني بشكل مؤكد يكونوا موجودين: محمد الشناوي، محمد ابو جبل، ومحمد صبحي، ومحمود جاد، اربع حراس مرمى، احمد فتوح، احمد حجازي، عمر كمال عبد الواحد، محمود حمدي الونش، محمد حمدي، اكرم توفيق، ايمن اشرف، عمرو السوليه، مصطفى فتحي، محمد مجدي قفشه، محمد النني، عبد الله السعيد، احمد سيد زيزو، احمد رفعت، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود تريزيجيه، رمضان صبحي، محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش، ومحمد شريف. دول 26 اسم يعني حسب الكلام اللي وصل لنا دول بشكل كبير هيكونوا موجودين، وهيضاف عليهم اسمين كمان عشان يكملوا 28 لاعب قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا.